يسعد مساءكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير والمحبة والعافية عليكم، يا رب يكون يومكم ونهاركم مليء بالسعادة والطاقة الإيجابية وبداية يوم جميل وسعيد على الجميع. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سامراء الفضائية. سأكون وإياكم على مدار الساعة من الوقت على الهواء مباشرة، أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات وأيضا التقارير والجولات وضيف من ضيوف الظهيرة المميزين. مشاهدينا خلينا نبلش بأول فقرات الظهيرة وهي فقرة حديث الظهيرة. حديث الظهيرة اليوم عن موضوع جدا مهم ويخص جميع فئات الشعب العراقي، واليوم يخص كل فرد عنده جهاز الكتروني سواء كان لابتوب او تليفون او ايباد او اي نوع من التكنولوجيا. موضوعنا اللي هو اهم التقنيات والامنيه وايضا التكنولوجيا. بالاونه الاخيره شفنا انه كثره الاختراقات على التليفونات صارت بشكل جدا كبير، وايضا صاروا يبتزون النساء وحتى الرجال بموضوع الصور والفيديوهات وهذه التفاصيل. اول خطوه لازم انه احنا نكون مأمنين أجهزتنا. ثانيا موضوع الحسابات، موضوع البرامج، ما من الممكن اليوم أنت كبنت تخلين صور شخصية إلك في برامج ممكن معرضة للاختراق، ممكن معرضة لأي شخص ممكن هو يفتحها عن طريق ثغرة، عن طريق رابط إلكتروني أنتم تفتحوه بدون قصد أو بدون علم أو بدون دراية. فبالتالي هاي الهفوات اللي تصير راح تخليكم في مواقف جدا محرجة، لأنه للأسف اليوم أكو ضعفاء النفوس اللي هم يصطادون بالمي العكر خصوصا ويا الفئة النساء. لأنه أنا دائما أذكرها أنه إحنا عايشين في مجتمع تحكم عادات وتقاليد وأعراف عشائرية. نقطة ضعف النساء هو السمعة وأيضا صورها، ممكن أنه لا سمح الله سبب لها تنتشر صور تسبب لها مشاكل كبيرة. فأنتوا سخليكم بالسيفتي، لا تخلوا صور بالأجهزة أو عذرا بالبرامج وحتى بالأجهزة، حاولوا تكونون أنه أنتم متحفظين. دائما نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب حفلات خاصة لأعراس لعيد ميلادات لأي شيء، طيب أنه أنتم ليش منشورة، طيب أنتم ليش تخلون هذول ضعفاء النفوس يخترقون أجهزتكم أو يخترقون حساباتكم حتى المحادثات الشخصية؟ ديروا بالكم من عندها، كونوا حذرين أنه أنتم تخلون محادثة شخصية أشياء خاصة بكم، حاولوا انه تحفظوها برامات او فلاشات في سبيل انه تكونون محافظين على نفسكم من اي خطر. مشاهدينا الكرام احنا راح نتعرف على هذه التفاصيل اكثر بتخص الامن السيبراني وايضا كيفية الوقاية وايضا كيفية الاختراق مع ضيفي رحمه الله بالاستوديو، ولكن بعد هذا الفاصل. هذا عودكم من جديد مشاهدينا الكرام، جايكم بعد هذا الفاصل واكيد ما زلنا مستمرين وياكم، وايضا انا وياي خطرنا وضيفنا اليوم في الاستوديو خبير الامن السيبراني فادي مراد. نورتني استاذ فادي، مساء الخير. مساء الخير استاذ شهد، شكرا لحضرتك وللاخوه الكادر على هذه الاستضافه. والشرف حضوري للقناة. حياك الله ونورتنا ويا هلا بيك. بداية عرفني أكثر عن ما هو الأمن السيبراني. يعني هو ببساطة الأمن السيبراني هو يتعلق بالأمن القومي وأمن الفرد وأمن المؤسسات. شلون كل واحد، يعني ببساطة راح أشرح الموضوع حتى يكون المشاهد على اطلاع بهذا الموضوع. أنه شلون أنت تحمي بياناتك، ما تسرب بياناتك، ما تكون عرضة للخطر، بياناتك ما تسرب لمواقع التواصل الاجتماعي. فهذا هو الأمن السيبراني، أنت شلون تحمي مواقعك، شلون تحمي بياناتك، سواء بطاقاتك المصرفية، مواقعك الخاصة وهذه التفاصيل. طيب اكو اليوم ناس يقولون انه احنا شلون ممكن انه يخترقون اجهزتنا، خصوصا انه هم عندهم الايفون، تدري تحديثات الايفون ونظام الحمايه مالتها، لكن الحقيقه هي الايفون تخترق. فاليوم الايفون يخترق ام بصعوبه ام هو بسهوله، هو بالحالته راح يخترق ام لا؟ هو حقيقه الامر يعني هو ماكو شيء ما يخترق، كل من اكو ثغرات معينه، لهذا الانظمه اللي تنزل، تحديثات اللي تنزل على الانظمه هي تستهدف انه غلق ثغرات معينه. فهو كله عرضه للاختراق. شلون يعني شلون يكون الشخص هو عرضه للاختراق؟ اذا هو ما محصن نفسه، انه اي رابط يجي يدخل له مباشره، او اي موقع ويب سايت يدخل له يسجل بياناته، فهو راح يكون ضحيه. فهاي الضحيه يعني هو يسهل الاجراءات على الشخص اللي دا يستهدفه. هذا يدس له مثلا موقع موثوق، هو ظاهريا موثوق
يعني الموقع هذا الويب سايت او التطبيق او يعني مثلا youtube.com، لكن استغربوا من بعد ما اكو فد امتداد معين بهذا الويب سايت، انت تشوفيه شكليا ظاهريا انه هو هذا موقع موثوق كانما، بس انت تدخل له وتتفاجئ انه بياناتك تسربن او تم تسجيل خروجك من كل البيانات او مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت مسجل بيهن. فهذا لازم يكون عندك المام بيهن، مو كل مو اي رابط انت تفتحه بسرعه، لازم عندك مجموعه من الاجراءات تحمي بها نفسك وما تخلي الشخص يعني ياخذ بياناتك. نعم. طيب استاذ فادي، انت شلون بديت في هذا المجال؟ شو اللي دفعك فيه؟ لو انت اختصاص انجلش، اوكي، قسم اللغه الانجليزيه، لكن التجأت الى التكنولوجيا وايضا الامن السيبراني وهذا العالم الجميل، وبالاضافه بالتطور، شو اللي خلاك تندفع لهذا المجال؟ صراحه هو الشغف، يعني من انت تكون شغوف بموضوع غريب دخل للبلد بعد 2003 ما مطلع عليه، اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، واللي احنا كانت معلوماتنا عليه يعني ابدا ما عندنا، ولكن لا كان من الممكن عندنا مثلا فت كتب معينه نقرا عنها سابقا او شيء، فصار عندنا مجموعه يعني تحفيز ان انت من تشوف انه شخص قريب عليك اخذوا بياناته، فانت راح تتساءل بينك وبين نفسك، ممكن انت تكون الضحيه التالي، فشلون انت ممكن هذا الموضوع انت تحمي به نفسك، اسرتك، مجتمعك اللي يحتاجك يحتاج مساعدتك، فهذا صار بصراحه موضوع تحدي. تحدي بيني وبين نفسي، قله الموارد، يعني احنا للاسف ما عندنا موارد سابقا، كنا احنا نجتهد من نفسنا، نقرا، نطلع، نشوف ثغره معينه، ندرسها، التحديثات السابقه شنو كانت موجوده للموضوع، فصار انه تحدي. بالاخير يعني وصلنا امكانيه الحمد لله انه نقدر نحمي بياناتنا بشكل مطلق. شلون يعني دخلت الدورات لو اعتمدت على نفسك؟ لا، اعتمدت على نفسي، واضافه الى الدورات الاونلاين اللي هي خارج البلد. اللي تصير يعني هاي مقابل اشتراكات دورات، يعني ممكن داتا معينه او بها شهاده خبره. اي اكيد اكيد، انت مجرد ما تدخل دوره من معهد او جامعه معترف بها عالميا، مجموعه من الضوابط تخضع لهن، وحتى الاختبارات تخضع لهن، يشوفوك انت مؤهل او ما مؤهل او محتاج دورات اكثر، فبالتالي انت تكون محصل على هذا الموضوع. اوكي، طيب اليوم يعني كيف انه احنا اليوم نحمي حساباتنا، نحمي تليفوناتنا من الاختراق؟ يعني هي بصراحه هي عمليات الاختراق هي مو يعني لاين واحد، يعني هي مجموعه طرق يستخدم يعني يستخدمها. نعم. للضحيه، يعني توصل للضحيه، ممكن روابط او ممكن يعني مثلا هاي الهمزين نشير لها انهم اللي مشمولين بالرعايه مثلا ينشرون رقمه فيتواصلون وياه مثلا على الواتساب، يدزوا له رابط معين، اذا هذا اكمل اجراءات الرعايه او هذا رابط للقرض معين، يدخل هو يسجل ويتفاجئ انه هذا اخترق بياناته، اخذ صوره، اخذ حساباته كلها، فلازم يكون الواحد حامي نفسه بمجموعه طرق، اجراءات، برامج الانتي فايروس وغيرها، يعني هاي بدي احكي على الانتي فايروس ما بدي احكي على التهكير، اما التهكير فهو مجالاته واسعه متشعبه، يوميا يطلع لك ثغره معينه، انت شلون تواكب هذا التطور التكنولوجي اللي حاصل. طيب اليوم انه مجال التهكير مجال مثل ما ذكرت حضرتك انه هو متشعب، صح. اكثر دوله يصير بها هاي الحاله بالشرق الاوسط لو يعني باوروبا او مثلا بالدول الامريكا او اوروبا وهاي الدول الغربيه، لو اكثر التهكير يصير بالشرق الاوسط سواء كان بالعراق او دول الخليج او الدول العربيه؟ صراحه يعني احصائيه يعني اجريتها انا بنفسي، يعني اكثر شيء الشرق الاوسط، بقيه الدول تهتم بمجال امنها السيبراني، يعني مو كل المواقع مفتوحه على مصراعيها، لا، اكو موقع الى حد يوصل، اكو فد ليمتد معين، مو كل شيء، مثلا احنا بالقنوات التليجرام شجع على التهكير، تدز لك روابط معينه تقول لك ارسلها الضحيه، فاكو الدول لا تفرض على شركات. اليوم اكو ثغرات للتهكير؟ صحيح، موجوده مجموعه ثغرات موجوده. اي فلهذا اقول الموضوع هذا موضوع يتعلق بامن الاسره العراقيه، امن الفرد، يعني انت من تعرف كما تطرقتي حضرتك انه مجتمع عشائري، من تسرب صوره لبنيه او شيء، هذا يحدث تفكك اسري. صحيح، لانه هسه مثلا اي الذكاء الاصطناعي مجرد صوره، صورة واضحة، تدخلها بالذكاء الاصطناعي يعني يحول لك الصورة إلى فاضحة.
فهذا صح. فهذا يعني مجموعة أمور إحنا لازم نواكبها، لازم يكون عندنا إلمام بها، لازم الشعب كله يعرف بها. موضوع الذكاء الاصطناعي اللي العالم استخدموه بشكل إيجابي ووصلوا به إلى مراحل جدا متطورة، لكن بالعراق أو ممكن وبالشرق الأوسط صار يستخدم لأمور للأسف إنه هي مخلة بالأخلاق وتشجع على الابتزاز وهي التفاصيل. خطورة الذكاء الاصطناعي، والله الذكاء الاصطناعي هي ثورة تكنولوجية بس بنفس الوقت خطر جدا 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 خطر فعلا. يعني خطورته تكمن انه يعني بالجوانب الغير الاخلاقية اللي دا يستخدمها الفرد صح. بس بالجوانب الايجابية لا، هي ثورة تكنولوجية عظيمة بس احنا نحذر يعني انه يعني الجوانب الغير اخلاقيه اللي يستخدموها بالشغلات الغير اخلاقيه، فهذا راح يسبب مشاكل بس بنفس الوقت احنا نقدر نواكب هذا الشيء. طيب دائما تجي اسئله حول الذكاء الاصطناعي، شنو يستخدموا الناس الاعتياديين؟ اذا اليوم اجى مثلا انه بالتليجرام اكو روابط على الذكاء الاصطناعي، هي شنو تستخدم؟ خلي الناس تعرف اكثر انه بيش يستخدموا الذكاء الاصطناعي. اوكي، هسه مثلا الذكاء الاصطناعي اللي عندنا نزلت مجموعه من التحذيرات انه شلون يعني هذا التون مال الموبايل تكتب بالكيبورد اكو صوت يطلع عندك بالايفون بالاندرويد، فهذا الذكاء الاصطناعي قام يتنبأ بكلمه السر على التون الخاص بالكيبورد. فهسه التحذيرات اللي اجتني انه طفي صوت الكيبورد او الياهو ميل. الياهو ميل قام الذكاء الاصطناعي بسهوله جدا يتنبأ بكلمه السر، ليش؟ لان الفاير وول جدار الحمايه مال الياهو انتهى اصلا، انغلق من زمان، فنتعجب انه لحد الان يتم استخدام الياهو ميل. تستخدم شركه الياهو أوكي. وايضا يربطون ايميلاتهم عليه، فلهذا ان هم يتعرضون للتهكير صحيح. لكن خلي يعرفون انه شركه ياهو هي يعني اساسا غلقت صحيح، وايضا ما بها اي نظام حماية. للحمايه او سكيورتي. طيب اليوم من الاسرع بالتهكير، نظام الاندرويد لو الايفون؟ والله تعتمد على الشخص، يعني هو الايفون صحيح تعقيداته اكثر يعني الفاير مول الخاص به اكيد هو اعقد، بس لكنه اكو اجهزه اكثر يعني اكثر اهميه يعني بنظام الحمايه الخاص بها، فانا اعتقد انه الايفون اكيد نعم الايفون اكيد يكون جدار حمايه، بس هم هو مو مطلق. طيب يعني ايضا يعني هو مو يعني محمي من الاختراق، هو ايضا ممكن انه يتم اختراقه صحيح. طيب يوم السناب شات نزل تحديث انه المجيب الالي اوكي، واليوم نشوف كل الناس العراقيين لازم السناب شات وهو يسولف وياه اوكي. بعض الفيديوهات انا شاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه هي بها خطوره صح، يعني هذا المجيب الالي به خطوره أوكي. وين تكمن خطورته؟ اللي هو انه الذكاء الاصطناعي انت بيا جانب راح تستخدمه الجانب السيء او الايجابي، فهو هذا الذكاء الاصطناعي اللي نقول به انه حتى يعني فيك ساوند اللي يسوي لك صوت مقارب لشخصيه مثلا ماتت قبل 30 سنه اللي يجيبها مثلا نفس الفويس قريب من عنده، فممكن هاي تستخدم جوانب يعني سلبيه بصراحه. فهذا تحذيراتنا من الذكاء الاصطناعي هي واقعيه وتكمل خطورته بجوانب انه من اللي يستخدمه بيا جانب، فلازم الواحد يكون على حذر من هذا الموضوع. طيب الابتزاز الالكتروني اللي من خلال الصور تصير، صادفتك حالات انه صار عندهم ابتزاز الكتروني مقابل اكيد مبالغ ماديه بسبب صور او فيديوهات؟ نعم. شلون يتم حل الموضوع؟ صراحه هو اكثر المواضيع اللي تصير الابتزاز الالكتروني هسه بدنا نحكي على الجانب الهاكينج، انه مثلا صورة دا يستخدمها او فيديو كامل انه الشخص دا يشوفها فيديو كامل لايف، يعني يتخيلها هذه مثلا بنت، فهذا يتصور وينطلق بالحديث وياه، فهو اصلا فيك، هو رجال اصلا يعني دا يستخدمه ضدك، فانت راح تصير ضحية. فهذا موضوع انه شلون انت تعالجه، شلون تعرف انه علما الجانب اكو طبعا بالمناسبه اكو كورسات ودورات تخليك انت تعرف ويا من دا تتحدث، يعني مجرد ما تعرف انه هذا الشخص مشبوه او لا اكو فد طرق معينه تقدر تستخدمين، ما يقدر واحد يحتال عليك ولا تكون انت الضحيه. نعم. طيب استاذ فادي قبل يومين او
يعني امس يوم امس انه وكاله ناسا تستضيف الشاب العراقي لانه هو اكتشف 3 ثغرات للتهكير. نعم. شلون اكتشفها؟ يعني هي هو اكو انظمه معينه، يعني انظمه معينه اللي هي تستخدمها البايثون او جالي. هذه الانظمه انت تشتغل على موقع او ويب سايت خاص بك، موقع او اي شيء كان، تبدي مجموعه اجراءات تشتغل بهن، فلحد ما تلاحظ انه اكو ثغره مو طبيعيه عندك، فهاي الثغره هم غافلين ممكن عنها، ممكن هاي الثغره تسبب مشاكل مثلا، ممكن هاي الثغره استخدموها المقاومه الفلسطينيه بتشغيل انظمه الانذارات بتل ابيب، هو ماكو صواريخ منطلقه، فشغلوا الانذارات خلوا الرعب داخل تل ابيب تصير وهي ماكو صواريخ، فهاي هاي الثغرات اللي يتم استخدامها فريق يعني سايبر يعني مختص بهذا المجال يشوف شنو الثغره الموجوده ويطلق هجمة إلكترونية عن بعد يعني يطلقها. طيب ممكن انه اليوم اذا اكو جهاز لابتوب او مثلا حاسبة او تليفون هو محصن من الناحية الامنية، ممكن انه يخترق بطريقة يعني متطورة؟ اليوم احنا من مثلا نسوي فد نظام حماية لاجهزتنا او لبرامجنا، تجي تحديثات تخترق هاي الحماية؟ ممكن ممكن، لهذا كل تحديث يجي هو يعالج لك ثغرة معينة. فكل موبايل هو عرضة، يعني ماكو شيء مطلق، يعني مطلق الى ابد الابدين مطلق. يعني انت تشوفين اكو صوره سربت المارك اللي هو مؤسس شركه ميتا الفيسبوك والانستغرام والواتساب، خال شريط على الكاميرا اللابتوب مالته، لانه اكو ثغره معينه ممكن تنفتح اللابتوب، تنفتح كاميرا اللابتوب وانت ما تدري بيها. فقبل سنوات هاي دا احكي قبل سنوات، فهو محصن نفسه هذا مارك اللي هو اساس مخترع. احسنتي بالضبط. فهذا الموضوع انه اكو، لا لا ماكو شيء مطلق، يعني انه انت تحمي نفسك مطلق لا ماكو، بس انت تواكب الاختراقات، يعني ما تخلي ثغره واحد يستطيع الولوج الى بياناتك. استاذ فادي، اليوم اكو عصابات دوليه تشن حملات اختراق للحسابات المصرفية للنواب أو لرؤساء الحكومة وحتى للناس العاديين؟ يعني هو اكو محاولات واكو اختراقات حدثت، انه مثلا واحد يربط حساب الفيسبوك بطاقته المصرفية، فهاي من يعني من الامور انه يسحب مبالغ او يشتري عن طريق الدفع الالكتروني، هيك تفاصيل نعم موجوده. تصير نعم حوالات صارت ببريطانيا، حوالات من مصارف عالميه. شلون يتم سرقه المصارف العالميه او مثلا مصرف هو عنده سكيورتي كامل من الناحيه الامنيه والسيبرانيه وكل التفاصيل، شلون يتم سرقته؟ قلت لك هي ثغره بسيطه، يستطيع انه الاتاكينج يعني يستخدمها المهاجم، يقدر يشوف وين الثغره المعينه يستغلها يستثمرها لنفسه. اثناء عمليه السرقه او التهكير يستخدمون مهندسين بالامن او هيك تفاصيل لو هم يعني؟ اكيد مهندسين واكيد عندهم خبره، بس اكو فد مرات ثغره تعبر على اي واحد، ما يعني قلت لك ست شاهد انه ماكو شيء مطلق، انت شلون تواكب نفسك؟ شلون تكون عندك المام بهذا الموضوع وما تخلي اي ثغره تواجهك؟ وكل فتره شوفي انظمه الحمايه كل فتره تستحدث نفسها. صح. اي فالذكاء الاصطناعي هسه هم خطر يعتبروه على المصارف، على الوكالات، يعني مواضيع خطره ممكن يستخدمها. حس انه هو هبة تجي وتروح لو راح يظل باستمرار التطور؟ لا 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 مستحيل هبة وتروح، لا راح يواكبنا إلى أبد الآبدين. هذا الذكاء الاصطناعي صار جزء لا يتجزأ من حياة الشعوب، يعني سهل مجموعة إجراءات، يعني بجوانب العسكرية وجوانب الطبية الذكاء الاصطناعي دي يواكب، فراح يصير جزء من حياة الفرد. طيب اكو ماده قانونيه اليوم تجرم التهكير؟ اي طبعا نعم، مفعل بها بالقانون أكيد العراقي. أكيد نعم، المبتزين والتهكير وجهاز الامن الوطني كل فتره يعتقل مجموعه من الاشخاص اللي نعم اللي يشوفوهم يستخدمون جوانب للابتزاز، لسرقه اموال، لسرقه بيانات. فنعم القانون العراقي واضح بهذا الموضوع. المشاكل الإلكترونية أو الإلكترونيات بشكل عام إيش قد أثرت على المجتمع العراقي؟ إيش قد ساعدت من حالات الطلاق؟ والله للأسف الشديد أنه
يعني استخدمناها بجانب سلبي بالمجتمع. نعم. فحدثت عندنا مشاكل يعني، واشبه ما يكون تفكك الاسري، زرع الشك داخل الاسره الواحده. فلازم يعني نرجع نقول هذا الموضوع هو خطر، ولازم يكون يعني طبعا اشيد بقرار مجلس الوزراء قبل فترة أنه جامعة للعلوم الأمنية تختص على غرار جامعة نايف بالسعودية. فهذه الجامعة إن شاء الله ترى النور قريبا، هاي راح تساعد أنه تكون عد الفرد وعد المجتمع ثقافة بهذا الجانب. أستاذ فادي، اليوم أنت تشجع على إدخال قسم الأمن السيبراني إلى الجامعات العراقية؟ 100%. 100%. لكن أنت حدثتني قبل ما ندخل بالجو أنه أكو جامعة تدرس هذه المادة، لكن الأجهزة اللي موجودة داخل القسم هي ما لها أي صلة. يعني هي مو بس الأجهزة، هي الأنظمة البرمجية. لازم الدول العالم إحنا بعدنا نستخدم أنظمة يعني مو بمستوى الطموح، فهذه الأنظمة البرمجية لازم نواكبهن. بالإضافة أنه الكادر يعني لازم يكون على اطلاع على دورات واسعة على الأمور. ممكن إحنا العراق متجه استشهد إلى الحوكمة، يعني كل بياناتنا راح تصير إلكترونية. صح. من اللي يضمن أنه اليوم إحنا أكو فريق عالمي من فرق الهاكرز ما يستخدمها ضدنا ويسرب، مثل ما صار للأسف الشديد تسربت بيانات العراقيين قبل أشهر على التليجرام. فهذا يهدد الأمن القومي العراقي. طيب، على شهر الواحد أنه ب 2024 ذكروا أنه راح تصير الدفع الإلكتروني للبنزين، محطات البنزين أو النفط، يمكن هني سمعت. نعم بلا نعم. النفط والبنزين، شو رأيك بهذه الخطوة؟ ممكن أنه بيها فد نقطة سلبية على المواطن، بما أنه راح يصير المواطن من كلها تفول ببطاقة إلكترونية؟ لا، هذا موضوع محمي، ما يقدر. شلون محمي؟ لأنه أنت بطاقتك الشخصية نفسك، الكود خاص بك نفسه، ومن يصير عملية دفع راح يجيك إشعار خاص أنه دفعت، تم استقطاع هالقد مبلغ من حسابك. يعني بإيدك أنت، مستحيل إلا إذا انسرقت البطاقة، هاي بحث آخر يعني. بس كحماية لا، هي محمية. أستاذ فادي، اليوم شلون ننشر الثقافة الإلكترونية بالمجتمع العراقي، بما أنه إحنا في مجتمع يفتقر إلى الثقافة الإلكترونية؟ يعني قلة جدا قليلة اليوم نشوف أنه شخص عنده خبرة بالتكنولوجيا، بالحماية، بالسيكيورتي، بهذه التفاصيل. والله يعني هي لازم تكون ثقافة عامة داخل المجتمع، بالجامعات، بالمدارس ندخلها، يعني تكون ندوات نحذر منها ونشجع منها. يعني بنفس الوقت نحذر من مثل المخدرات بالضبط. يعني مساوئها موجودة، مساوئ اللي يستخدمها ممكن موجودة مساوئ، يعني بالجانب السلبي الواحد يستخدمه، بس أنت تقدر تستخدمها بالجانب الإيجابي، تنقذ عائلة ممكن. أنت بتنقذ عائلة من التفكك، من الضياع، من واحد ما يعرف معلومات. فهذا لازم تكون بصراحة أنه تشجيع بشكل مطلق أصلا. أستاذ فادي، آخر سؤال قبل ما أختم وياك، موضوع التيك توك. نعم. برنامج التيك توك وما أدراك ما التيك توك. أوكي. التيك توك من فتحة اليوم، احنا رغم حملات المحتوى الهابط والقبض على جماعة المحتوى الهابط، لكن تشوف من هب ودف فاتح لايف انه هو كوش مدى يسوي، قاعد ممكن دا ياكل، ممكن هو عايف اللايف مفتوح وهو نايم، في سبيل انه هو تجي لايكات ودعم وارباح. فعلا اكو هلقد دعم مبلغ مادي كبير بحيث انه هو يشجع هذول الناس يسوون هيك، او حتى تشوف انه هم دا يسوون اعمال يعني عذرا على المصطلح بذيئه، ممكن انه هو ياكل بيض ني هو وكشوره، يروح يحر شي يسوي بروحه على مود بس يجذب المشاهدات، فعلا انه يرش على وجهه طحين مثل ما يقولون بالكنترول. فعلا بهالقد ارباح مغريه؟ نعم، بارباح دول العالم دائما تفرض سياسة البلد وتخلي أكو مجموعة قيود على الشركة. نعم. سواء تيك توك، فيسبوك، أيوة. فتضطر البلدان أنه تمتثل لسياسة البلد. نعم. ماكو هذا مثل ما تفضلتي، أكو محتوى كلش هابط
دا يقدموه بدون اي معنى، بدل ما يكون اكو اقسم بالله انا فتحت مره من البرنامج لقيت انه واحد فاتح لايف، هو طبعا بيته من بلوك ونايم، هو خمس جهال نايمين يعني، وعايف اللايف مفتوح. صحيح. زين شنو الاستفاده من الموضوع؟ انا شو استفاديت من اللايف مالك؟ هو ما كحضرتك ما استفاديتي، بس هو استفاد من المشاهدات ومن الارباح اللي توصل له من الشركه. طيب استاذ فادي، يعني جدا استمتعت بالحديث وياك، وللاسف داهمني الوقت، شرفت بمعرفتك وشكرا للمعلومات اللي قدمت لناها اليوم. ان شاء الله ان لقاءات اخرى، وبالتوفيق لحضرتك ويا رب اشوفك على المراتب ان شاء الله. شكرا جزيلا للشهد على هذه الاستضافه اللطيفه، وللاخوه الكادر والقناه سامراء، تحياتنا لاهالي مصر الطيبين. الله يحفظكم. حياك الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم، لكن عندنا انتقاله الى فقره اخرى من فقراتنا، وهي فقره جولات الظهيره مع الزميل خطاب القصاقي. نروح نشوف الجوله ومن بعدها اكيد راجعين وياكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام ببرنامجنا، برنامج استراحه الظهيره. طبعا اليوم جولتنا راح تكون على اصحاب العربائن الكسبه، اللي القوت اليومي اللي ياخذ 1000 دينار او 2000 دينار. هنا معاناتهم خطيه، يقول لك قاعد يحاربونه بارزاقنا، ياذونه. هاي تفاصيل راح تعرفوها ونقل معاناتهم ببرنامج استراحه الظهيره. السلام عليكم. سلام. شلون الصحه؟ الحمد لله. خيرك حجي؟ حجي والله العظيم قبل شهر لزمونا ابنهم صغير وياي، اخذوني للمركز، اخذوا عربانتي للبلديه. أيه. وحطوني هناك، قال حتى سالت هاي القاضي، قلت له انا شنو جايبين؟ هذا رجال صاحب عربانه. أيه. يقول والله احنا ما مو احنا شو نسوي بكم، بس هم اللي يجيبوكم يذبوكم علينا. أيه. الله شاهد، والله اخذوني يوما يلا هدوني. الذوق ضربوني؟ لا ما ضربوني، بس لا بس حزوني. انا اقول لك حزوني يعني يجي يقطعون رزقي. قبل يومين محمد كان شو يقول لي؟ ذب الغراب مالتك حطهم بغير عربانه، ما حد يعرفهم. طب ليش؟ كان يقول لي يلا روح. زين. يلا روح، يقول لي تعال طيش طيطي. اخذ غير واحد شي يعرفوهم يعني جماعه. اي والله سوا وياي. ابو عربانه شو تشتغل هنا؟ تعال امي، تعال امي. هذا الشيء معاناتكم هنا تصير، هذا اصحاب القوت اليومي. صديقي الله بالخير، هي مو بس على الشرطه التحادي او على الشرطه الفوج الطوارئ العفو، هي راس الكبار، راس الهرم. انت اول شيء تقطع لي العربانه الساعه بالخمسه. ايه؟ انا غراض احكي وياك ابو نقليات. ايه؟ تجيني بالخمسه. ايه؟ اتحداك ابن امك وابوك تطبب اسم عربانه. بضاعه، اتحدى ابن امك وابوك تطبب. بس شو يصير؟ ممنوع. المكتسب لا حول ولا قوه. اتحدى ابن امه وابوه يطبب عود مال شخار. يقول لك انا مطيق صراحه من 6 الصبح للخمسه العصر. تمام، ابي اختصار. اخوي شلونك؟ شلون صحتك؟ هاي انتم معناتكم حتى ينقلها برنامج استراحه الظهيره، هذا الكلام صحيح؟ والله صحيح، احنا هنا على باب الله، يعني شوف هسه كلها واقفه هنا على باب الله، انا عندي فندق هنا. يعني اطلع انا فندق بدربونا من هناك. باب الامام اجي هنا. اي والله عندي فندق. أيه. يعني لا اذى احد، لا يم احد، لا. أيه. هاي اوقف هنا اتلقى الزوار، اخذ زوار، الشرطه يجوني يقولون لي ممنوع هذا الشيء. اكو هيك شيء قانون؟ اكو هيك شيء؟ يعني رزق احنا على الله، احنا الله يريد يرزقنا، ما نريد يعني نقول هذا ينتظر احد يجي يرزقنا. لا والله، يعني هذا اكو يجي هذا ابو عربانه يدفع بيها خطيه من هناك من الشوصه لحد هنا، يجون هنا ياخذونه هو وعربانته، حملونا بالسياره ياخذونه الطوب ومن خلينا نسمع اراء الكثير من عندكم. طبعا مشاهدينا الكرام، بعد ما استمرنا لكم بجولتنا، اراء الكثير بموضوع معاناتهم القوت اليومي والكسبه. تشوفون هاي معاناتهم، فاتمنى تكون هاي توصل هاي الرساله الى وزير الداخليه المحترم والى القوات الامنيه. السلام عليكم حجي، شلونك حجي؟ حجي ايش يصير لكم؟ شنو المشكله اللي تصير وياكم؟ المشكله مثل ايش يعني؟ يعني اصحاب العربائن القوت اليومي. والله قاعد نشتغل ونبيع والحمد لله والشكر رب العالمين. يعني هنا شباب يقول لك ياذونا، ياذونا ليش؟ هذا ليش الانسان يسيء ياذوه؟ هذا واقف العالم قاعد يشتغل كلها مفتحه. تمام. بس ناس كل واحد مكانه وكل واحد يعني انت ما مخالف. ايوه لا الواقف ما حد يجيك. ما حد يجيك. هي قاعد نبيع مقابلين الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد. والحمد لله والشكر. الله يرزقك يا رب. بارك الله فيك، الله يخليكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، الاراء مختلفة. البعض يقول لك انه اكو من يحاربنا، والبعض يقول لك انه اليوم تكون اكو تكون فوضى. لو ما تكون فوضى اليوم وكل من ياكل في مكانه زين وما حد يتعارك على رزقه، والرزق على الله، هذا اليوم انت رزقك جاك خلاص،
لصير اليوم مشاحنات كثيرة، فإن شاء الله تحل هاي الأزمة من قبل القوات الأمنية ووزارة الداخلية وفوج الطوارئ، وإن شاء الله يتعاونون الشباب بيناتهم لأن هاي أرزاقكم، أنتم جايين من محافظات بعيدة حتى تسترزقون على قوتكم اليومي. شكرا للمصور أيمن الخالدي، وأنا كنت تقديم خطاب القصب. هاي عودة إلى زميلات في استوديو برنامج صراحة الظهيرة. هذه عودتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل خطاب القصاب على هذه الجولة اللي عدناها من أحد شوارع بغداد، بالتأكيد اليوم في تحديدا في منطقة الكاظمية. موضوع العرباين وأصحاب العرباين دائما أنه نشوفهم يعانون من مشكلة الأماكن اللي يوضعون بها المكان العرباين، أو مثلا ماكو فت باركات معينة ومخصصة للعرباين، فبالتالي دي يسببون مشاكل للناس المارة، وأيضا دي يسببون مشاكل للسيارات، وبنفس الوقت هم متضايقين. فيعني يا ريت أنه يتم حل للموضوع، يوضع فد خطة حل، فد مخططات للشوارع يتم بها حل مشكلة العرباين، لأنه بالتالي إحنا ما نقدر نحاربهم ولا نقدر نمنعهم، لأنه أكو ناس من خلال عربانة معيشة عوائل، وأكو خريجين كليات عليهم العتب بيشتغلون، هو يشتغل بعربانة في سوق بالكاظمية أو في أي منطقة من مناطق العراق مو فقط بغداد. فبالتالي ان هم اكيد يردون انه يسترزقون، يردون يروحون يشتغلون يحصلون لقمتهم بالحلال احسن ما انه هو ينجرف بامور اخرى، لكن دا يشوف مضايقات بالشارع، دا يشوف انه ممكن انه للاسف يتم مضايقته او ضربه او الاعتداء عليه او مشاكل تصير كثيره بالشارع. فاكيد لازم تنوضع خطة حل لموضوع العربين، نسوي لهم باركات خاصة بهم، فد أماكن خاصة بهم في سبيل إن هم يسترزقون ويكونون يعني ما معرضين لأي سوء أو خطأ أو أي يعني فد موقف محرج، لأنه يعني بالتالي نعرف إنه الأشخاص اللي يشتغلون بالعربين تكون حالتهم المادية ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون هو بده يعيش عائلته لكن بتعب. فاحنا خما نزيد على تعبهم، لازم نقدم لهم ولو شيء جدا بسيط. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل وياكم الى فقره اخرى من فقراتنا، وهي فوائد الكجرات. اليوم راح نحكي عن فقره فوائد الكجرات بكل ما تحمله الكجرات من فوائد، وايضا هاي العشبه او مثلا نقول هاي النبته جدا مهمه بصراحه للاطفال وايضا الكبار، وايضا حتى للاشخاص اللي عندهم مرض السكري او مثلا يعني عندهم الضغط او مثلا عندهم عسر بالهضم، وايضا تشرب بارده او يعني او حاره تبقى حسب اختيار الشخص. الكجرات تفيد ايضا بعلاج التهاب المفاصل والعظام، وايضا السرطانات وامراض القلب والزهايمر، وايضا تفيد الشعر والعديد من الامراض الاخرى، وايضا محاربه لعلامات الشيخوخه والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عاليه من البولو في الفينول، وهو مضاد اكسده قوي يساعد بشكل خاص على الوقايه من سرطان المعده. اذا هاي العشبه جدا مهمه وجدا ضروريه، انه احنا ممكن نشوف جدا اشخاص قليلين يشربون الكجرات، تفيد الشقيقه ايضا وايضا تقوي المناعه، فبنفس الوقت هي جدا مفيده. لكن اليوم مو كل الناس تحب انه هي تشرب كجرات، هي تسمى شاي الكجرات، بها عدة أطعمة، ممكن أنه بالورد المجفف أو بالرمان أو بالليمون أو بالهيل أو بالنعناع، بكل الفواكه موجودة كجرات، ممكن أنه نشتريها من السوبر ماركت أو نشتريها من العطار أو من أي مكان نشوفها، هي متوفرة بصراحة، وأيضا سعرها مو كلش غالي، تناسب جميع الطبقات. أكيد إحنا نتمنى لكم الصحة والسلامة، وأنه أنتم تحافظون على صحتكم بشكل منتظم وأيضا بشكل جيد، لازم نشرب أشياء صحية. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل لكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي تقارير الظهيرة. اليوم راح ننتقل إلى موضوع المواصلات ونقل والمواطنين. خلينا نروح نشوف هذا التقرير ومن بعدها أكيد راجعين معكم.
تحت شعار من أجل نقل سريع وآمن، وبحضور أمين بغداد ونقابة المهندسين العراقيين واتحاد المهندسين العرب، نظمت وزارة الإعمار والإسكان ولجنة النقل والمواصلات الاتحادية مؤتمرا بعنوان الحلول الناجحة لمشكلة الازدحامات المرورية في المدن العربية. تم عقد المؤتمر الأول للجنة النقل في اتحاد المهندسين العرب مع نقابة المهندسين العراقية، وذلك لمعالجة الحلول الناجحة لفك الاختناقات المرورية في محافظة بغداد وفي البلدان العربية، وعرض الأفكار والسبل لحل هذه الاختناقات المرورية. وباشرت الحكومة العراقية بسلسلة من الإجراءات الناجحة لفك الاختناقات المرورية في محافظة بغداد، وذلك بعمل الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية من توسعة التقاطعات وبناء المجسرات والجسور، وذلك لحل أزمة الخانقة في محافظة بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شاع السوداني. الحاضرون أكدوا على ضرورة إنجاز المشاريع التي أطلقت لفك الاختناقات، كما نوقش خلال المؤتمر إنشاء مشاريع حديثة لفك الزخم المروري الذي تشهده العاصمة بغداد. اليوم موضوع فك الاختناقات المرورية من المواضيع المهمة في العاصمة بغداد. أمانة بغداد حريصة مع وزارة الإعمار والإسكان بإنشاء مشاريع نوعية لفك هذه الاختناقات. هناك عمل متواصل، هناك مشاريع أحيلت، هناك مشاريع أطلقت. العمل يتم بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء إن شاء الله بداية عام 2024، واتباعا ستشهد العاصمة بغداد افتتاح مجموعة من المجسرات التي تم إطلاقها وفق البرنامج الزمني المحدد لها. وآمل بهالتلاقح الأفكار إنه يكون نطلع بيعني شيء إيجابي علمي. يعني نحن في عنا مقدرات، شكرا لاتحاد المهندسين العرب إنه جمعنا تحت مظلة واحدة في عاصمة الرشيد، في عاصمة العباسيين، واللي نحن من كلنا الأمويين من كلنا كل الاحترام. وعرض خلال المؤتمر العديد من المشاريع الجديدة التي من المؤمل أن تنطلق مطلع العام المقبل كمشاريع تكميلية للمشاريع التي تشهدها بغداد في الوقت الحاضر. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ووصلنا لكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. أتمنى أن استمتعتوا ويانا بفقراتنا اللي قدمنا لكم إياها من خلال برنامج الصراحة الظهيرة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وأيضا شكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد إن شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة. للقاء.